السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي تمكن من تطويق شمال قطاع غزة بالكامل وبدأ بالتوغل بسرعة في داخل أحياء مدينة غزة دون تأخير أو تأجيل. التفاصيل تم تأكيدها من قبل موقع ريبار الروسي والوور مابر، والحديث هنا عما جرى في الساعات الماضية في هذه المنطقة، تحديدا في 24 ساعة الماضية التي تأتي إلى غرب شمال قطاع غزة. صورة واضحة من هذا الموقع ومقربة هي ستعطي فكرة عن كل ما جرى. فالحديث هنا الأكبر هو عن مستشفى الشفاء، التي طبعا مستشفى الشفاء تأتي هنا بهذه المنطقة بشكل خاص، وكلنا نعلم أن إسرائيل كانت قد سيطرت على شارع الرشيد، ميناء غزة، وسيطروا على كل هذه المناطق التي نراها، وأصبحوا قريبين للغاية من مستشفى الشفاء حتى وصلوا إلى هذه المنطقة واقتربوا كثيرا من المستشفى، وبدت الأمور وكأن هذه المستشفى محاصرة بالفعل. ولكن أيضا الجيش الإسرائيلي كانت لديه مشكلة في مسألة مخيم الشاطئ من المحور الشمالي، فالفصائل الفلسطينية كانت تقاتل بشكل كبير في هذه المنطقة. واحدة من المناطق المهمة التي يجب أن ننتبه إليها أن الجيش الإسرائيلي كان قد تقدم أيضا وسيطر على جامعة الأزهر هنا، وأن هنالك جامعة أخرى وهي جامعة الأقصى التي طبعا تأتي بهذا الاتجاه، هذه هي جامعة الأقصى. بالتالي بالنسبة للجيش الإسرائيلي كانت لديه مشكلة في التقدم إلى مخيم الشاطئ، وبالتالي استخدموا عددا من الأمور والأساليب، ألا وهي القصف القادم من قبل السفن الحربية الخاصة بهم باتجاه طريق أحمد عرابي وجميع المباني الموجودة التي يتحصن أو تتحصن فيها الفصائل الفلسطينية. استخدموا الطائرات أشكال وأنواع كثيرة ومختلفة من القنابل، أيضا استخدموها على تلك المنطقة، وبالتالي الجيش الإسرائيلي تمكن بحسب هذه التحديثات من السيطرة على مخيم الشاطئ بأكمله، إحدى أهم المواقع والمعاقل الخاصة بالفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس. وطبعا تمكنوا وأخيرا الجيش الإسرائيلي، والتقت القوات الشمالية بالجنوبية، واتصلت هذه القوات طبعا، وكانوا قد قطعوا أيضا الطريق الموجود ألا وهو طريق الوحدة بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس أصبحت المستشفى مستشفى الشفاء محاصرة ومطوقة من كل اتجاه. وبحسب الأوسن ديفندر أن إسرائيل تحصلت على ضوء أخضر من أجل اقتحام هذا المستشفى، وفعلا الليلة الماضية بدأ الجيش الإسرائيلي باقتحام هذه المستشفى وتمكن فعلا من اقتحامها والسيطرة عليها، ولكنهم لم يجدوا رهائنا نهائيا. وحتى هذه اللحظة الجميع يتساءل عن طبيعة الاتهامات والمعلومات الاستخبارية التي لم تتحدث عنها فقط إسرائيل لوحدها، وإنما أيضا الولايات المتحدة، عن المخابئ أو القيادة الموجودة تحت الأرض. أين هي؟ أين هي الصور؟ أين هي المقاطع؟ بالتأكيد لازلنا أمام ساعات قادمة، وممكن يوم غد أو بعد غد نرى شيئا قادما من الجيش الإسرائيلي عن طبيعة القبو الموجود أو الأنفاق الموجودة. فهم دخلوا إلى ساحات هذه المستشفى، وبعد ذلك إلى قسم الطوارئ، ومن ثم دخلوا إلى القبو وسيطروا على هذه المستشفى. بالتالي الجميع ينتظر ما الذي ممكن أن يصدر من مستشفى الشفاء. ولكن بينما كان الجميع يركز على مستشفى الشفاء كثيرا، الجيش الإسرائيلي كان يتقدم في هذه المنطقة تحديدا. فتقدم الجيش الإسرائيلي من جامعة الأزهر إلى جامعة الأقصى، تقدموا بهذا الاتجاه وسيطروا أيضا على شارع السينا الذي ترونه هنا، وعبروا هذا الشارع ودخلوا في هذا المربع السكني الثاني، وأصبحت طبيعة سيطرتهم بهذا الشكل الذي ترونه. وبالتالي أيضا سيطروا أيضا على هذا الشارع وقطعوا مسافة مهمة، وهو شارع عبد الناصر أو جمال عبد الناصر الثلاثيني، تقدموا بهذا الشارع، وبالتالي أصبحت طبيعة سيطرتهم تبدو بهذا الشكل وبهذه الطريقة من طبيعة هذا التطور. وهو يوضح لك بأنهم بدأوا يخترقون تل الهواء بشكل أكبر، وبدأوا يدخلون إلى المدن أو الأحياء التي تتحصن فيها الفصائل الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية لا زالت موجودة في هذه الأحياء تقاتل، لا زالت موجودة في هذه المناطق عند هذا الملعب أيضا موجودة، ولا زالت طبعا تقاتل بشكل عنيف على مستوى حرب
الشوارع، تستغل وتناور عبر الأنفاق الخاصة بها التي تتمتع بها والتي تعتبر مخرجا أساسيا لها من الضربات الإسرائيلية، وأيضا تساعدها في الدفاع بشكل فعال ضد الجيش الإسرائيلي. ولكن الجيش الإسرائيلي واضح بأنه بدأ يندفع إلى منتصف هذه المدينة، وطبعا موقع ريبار أوضح كيف أن القوات قد اتصلت من الشمال والجنوب وبدأوا بعملية الاقتحام التي هي واضحة لكم، وكذلك موقع وور مابر يوضح طبيعة التقدم الذي رأيناه الآن وشرحناه لكم طبعا بكل تأكيد. وواضح جدا أن الجيش الإسرائيلي يخطط أيضا للاندفاع بهذا الاتجاه لكي يكون اندفاعا موسعا متوازيا ويصعب مهمة الدفاع على الفصائل الفلسطينية. وواضح أن هذا الطريق القادم وهو طريق الجلاء هو الطريق أو الهدف القادم بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أن يسيطروا على هذا الطريق. كلما سيطر الجيش الإسرائيلي على الطرق كلما صعب المهمة على الفصائل الفلسطينية، وكلما زادت سيطرته طبعا على المنطقة بشكل كبير وأصبحت معلوماتهم أفضل على الأرض في عملية مواجهة الفصائل الفلسطينية. بالتالي نحن سنكون أمام سيناريو واضح بهذه الطريقة من طبيعة التقدم الإسرائيلي المرتقب في الساعات وفي الأيام القادمة. وأيضا هنالك طريق آخر وهو يأتي باتجاه بيت لاهيا، وتحديدا من طريق مهم للغاية وهو الطريق الذي طبعا اسمه طريق البحر وطريق الفلوجة، وطريق آخر يمتد بهذا الاتجاه وهو طريق بيت لاهيا العام. هذا الطريق الجيش الإسرائيلي بدأ باستغلاله. الجيش الإسرائيلي طبعا هو تقدم وبدأ بالتقدم باتجاه بيت لاهيا، وبدأ يستغل هذا الطريق في عملية التقدم من أجل الوصول إلى المستشفى الأندنوسي. هنالك أيضا تقدم من اتجاه بيت حانون للسيطرة على هذه المستشفى الأخرى التي أيضا إسرائيل تقول بأن الفصائل الفلسطينية تستغل هذه المستشفى، كما هو الحال مع مستشفى الشفاء كما تتحدث إسرائيل بأن الفصائل الفلسطينية تستغلها بسبب الوقود والمولدات الكهربائية والأنفاق الموجودة في داخلها. وأيضا هي تفتح بابا لإسرائيل للسيطرة أيضا على مخيم جباليا، والتقدم طبعا من كل هذه المناطق الواضحة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ويجب أن لا ننسى من الممكن لإسرائيل أن تندفع بسرعة من هذه المنطقة، حيث أن القوات الإسرائيلية المتحشدة في هذه المنطقة إلى شرق شمال قطاع غزة لم تدخل أي حرب حتى هذه اللحظة. بالتالي ننتظر ونرى كيف من الممكن أن تتطور هذه المعركة بكل تأكيد. بالتالي شكل التقدم الذي تحدثنا عنه القادم من بيت حانون وباتجاه بيت لاهيا والطريق الذي ذكرناه لكم هو فعلا بدأ الجيش الإسرائيلي يتحرك بحسب الوور مابر بهذا الاتجاه وبهذه الطريقة، وهذه نتيجة متوقعة تماما لهذه الحرب لأسباب مهمة للغاية. أن الحصار الآن وهذه المعركة وصلنا إلى اليوم 40 منها، قصف كبير وهائل بأنواع القنابل من قنابل البنكر باستر وغيرها، وكذلك أن الحصار يأتي في الوقود، قطع الاتصالات، قطع الكهرباء، الذخيرة للفصائل الفلسطينية بدأت تنخفض بشكل كبير، وكذلك أن الفصائل الفلسطينية لا تتحصل على أي دعم على المستوى العسكري بأي شكل من الأشكال في هذه المعركة، فارق السلاح هائل للغاية، بينما إسرائيل تتحصل على كل الدعم العسكري إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيرها من الدول الأوروبية العظمى. وهنالك تفاصيل جديدة حول طبيعة الدعم الذي تتحصل عليه إسرائيل على مستوى القنابل. فالبلومبرغ كانت قد كشفت اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير معلن ترسل أسلحة مهمة وذخائر مهمة لإسرائيل لتستفيد منها، وقالت بأن الأسلحة الأمريكية التي ترسل لإسرائيل هي تشمل 1800 قنبلة خارقة للتحصينات من قنابل البنكر باستر والتي يطلقون عليها الفلسطينيون طبعا قنابل أو القنابل الزلزالية، بالإضافة إلى ذلك إلى 2000 صاروخ موجه لطائرات الهليكوبتر الهجومية وأكثر من 90,000 قذيفة مدفعية من أنواع مختلفة. هذا هو المعلن من قبل البلومبرغ، وهو ليس معلنا على المستوى الرسمي. ولذلك بالنسبة لآخر خريطة نشرت من CNN الأمريكية ستلاحظ، ولماذا نقول بأنها نتيجة طبيعية، لأنك تلاحظ باللون الأصفر هذا هو الدمار الواضح في شمال قطاع غزة من كل القصف الذي طال هذه المنطقة. تلاحظ هنا مخيم الشاطئ مدمر بالكامل باللون الأصفر، بيت حانون مدمر بالكامل هذه المنطقة، وكذلك تلاحظ بأن منطقة الشاطئ بشكل عام المناطق الوسطية مثل جباليا كلها متأثرة ومدمرة تماما. ولا ننسى القصف أيضا يستهدف الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية. بالتالي واضح جدا أن هنالك أضرارا، صعوبة في الموقف، والأمر متوقع بالنسبة لهذا التقدم. لكن هنالك تخوفا من أن استمرار
استمرار التقدم الإسرائيلي بهذا الشكل ممكن أن يشعل الصراع في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر. فالكرايسيس جروب كانت قد وضحت أن ديناميكية الصراع والاستهدافات من الممكن أن تتصاعد، وقالت بأن من الممكن لهذا الصراع أن يكون أوسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران ومحور المقاومة من ناحية أخرى، سواء كانت هذه النتيجة تخدم مصالح أي من الجانبين أم لا. وواحدة من أهم علامات هذا التصعيد هي قادمة مما صدر من جماعة الحوثي من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية وهو العميد يحيى سريع، الذي ظهر ببيان مقتضب بهذه الطريقة، أعلن من خلاله بأن جماعة الحوثي قامت بإطلاق مجموعة جديدة من الصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل. ولكن طبعا بالنسبة للجانب اليمني تحديدا في هذه الاستهدافات هو لا يحقق شيئا باتجاه إسرائيل نهائيا، لم يصب ولا هدف واحد، وحتى أن الهدف الذي أصيب الأسبوع الماضي والجميع كان يشير إلى أن اليمن من الممكن هي التي أصابت إيلات بطائرة مسيرة، جاءت الفصائل في العراق لتتحدث عن هذه المسألة بشكل واضح أنهم هم من أصابوها. الإعلام العبري كان قد تحدث بعد ذلك بأن الطائرة المسيرة انطلقت من سوريا، بالتالي تضاربت الأمور، ويبدو أن جماعة الحوثي رغم إعلانهم الحرب وأطلاقهم لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة لم يحققوا شيئا نهائيا. ولكن أهمية هذا البيان هي مرتبطة بأنهم أكدوا سيقومون باستهداف وسيستهدفون في الفترة القادمة سفن الشحن الإسرائيلية الموجودة في البحر الأحمر، والتي طبعا عادة ما تذهب إلى باب المندب هي التي ستكون الآن أهدافا مشروعة بالنسبة لجماعة الحوثي. وهذه فيها رسالة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام بأن التصعيد القادم من جماعة الحوثي قد يكون هو إغلاق باب المندب، المضيق المهم للغاية الذي يعتبر ثالث أهم مضيق على مستوى الطاقة أو النفط العالمي. فيجب أن ننتبه بأن من 5 إلى 6% من النفط العالمي يمر يوميا من باب المندب، وهذا هو الذي يعطي الأهمية الكبيرة جدا لهذا المضيق الذي يربط بين البحر الأحمر وبحر العرب ويتصل مباشرة بقناة السويس. وهذا النفط 6% يعني تصل من النفط مباشرة إلى أوروبا، وهذا من الممكن بحد ذاته إن قامت جماعة الحوثي باستهداف أي ناقلة أو أي سفينة ممكن أن تأتي بهذا الاتجاه من سفن الشحن من باب المندب، يعني بأن العالم سيدخل في مشكلة حقيقية. نتحدث عن 4 ملايين طن من النفط يوميا هي التي تمر من هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس هذا سيشكل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب، وسيعني بأن جماعة الحوثي تريد الضغط على الولايات المتحدة لكي توقف دعمها لإسرائيل في حربها في قطاع غزة. وهذا قد يكون فيه أخبار رائعة بالنسبة لروسيا التي الآن ممكن أن تستفيد من هذه المسألة، لأنها سعيدة أيضا من مسألة قطاع غزة. الكل يركز على قطاع غزة، لا أحد يركز على أوكرانيا. في الكونغرس خلاف كبير في مجلس النواب في مسألة دعم أوكرانيا، بالتالي مثل هذه الأزمات ممكن أن تجعل الكونغرس يضغط بشكل أكبر لإيقاف الدعم لأوكرانيا، وبالتالي روسيا تتقدم بشكل أكبر على الأوكرانيين ويتحقق نصر كبير لهذا المحور بشكل عام. وأيضا في نفس الوقت الأمر سيكون مؤذيا على الولايات المتحدة وأوروبا بشكل عام من الدول الداعمة طبعا لإسرائيل على المستوى الداخلي، ومن الممكن للأمر أن يتفاقم إذا ما دخلت إيران على الخط، وهي هددت في السابق بتحقيق هذه المسألة وأن تقوم بإغلاق مضيق هرمز الذي يدخل من خلاله 20% يوميا من النفط العالمي، وبالتالي هذا ممكن أن يسبب كارثة كبيرة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وللغرب على مستوى هذه الحرب. والدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في ظل سيناريو باب المندب ومضيق هرمز وتحديدا باب المندب، أما ركزنا عليه، الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة الغرب في الخلاص من هذه المشكلة هي المملكة العربية السعودية، لأنها تمتلك أنبوبا ضخما يمتد من المنطقة الشرقية التي تتواجد فيها الحقول النفطية الخاصة بها وأهم حقولها النفطية، أن تنقل النفط من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية إلى منطقة طبعا ينبع، وبالتالي يستطيعون من عملية مرور وإرسال النفط مباشرة من الشرق إلى الغرب مباشرة إلى الدول الأوروبية وإلى الغرب، وبالتالي لن يكون هنالك تأثيرا كبيرا. سيكون هنالك تأثير، ولكن المملكة العربية السعودية
قادرة على المساعدة بشكل كبير إن حدث هذا الأمر. والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام منتبهين تماما لهذه المسألة، لذلك ينشرون القطع الحربية الخاصة بهم بشكل كبير في هذه المنطقة. على سبيل المثال صورة حية من القمر الصناعي ليو اس اس دوايت ايزنهاور، وهي موجودة باتجاه بحر العرب وخليج عمان بشكل خاص، وهذه هي الصورة التي تتطابق مع طبيعة الرياح التي ظاهرة طبعا في هذه الصورة، لتوضح أن يو اس اس دوايت ايزنهاور على بعد 300 كيلومتر فقط من تشابهار وإيران بشكل عام كما تلاحظون. وهذه هي طبعا سلطنة عمان، وبالتالي الانتشار واضح جدا بأن يو اس اس دوايت ايزنهاور موجودة على بعد 300 كيلومتر من إيران، وكذلك يو اس اس بتان إحدى أهم السفن الهجومية البرمائية الخاصة طبعا بالولايات المتحدة تتواجد في هذه المنطقة من البحر الأحمر، وأيضا يو اس اس جيرالد فورد متواجدة في ظل هذه التواريخ الحديثة التي تلاحظونها. وكذلك أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه أن هنالك طائرة من طائرات البي 1 بامر الأمريكية أيضا متواجدة، وكانت تحلق بهذا الشكل فوق تركيا. بالتالي كل هذه القطع مع اليو اس اس فلوريدا الغواصة النووية الهائلة للغاية أيضا هي تتواجد بحسب بعض الأنباء التي نشرت عنها بأنها موجودة في الخليج العربي، البعض يقول بأنها في بحر العرب مع هذه السفينة يو اس اس دوايت ايزنهاور، ومرشح جدا أن تكون في خليج عمان أو في بحر العرب موجودة بهذا الاتجاه دون الدخول طبعا إلى الخليج العربي. بالتالي بالنسبة للولايات المتحدة تضع في حساباتها تماما مسألة إغلاق مضيق باب المندب، مضيق هرمز، ولذلك هي تتواجد بهذه القوة. لكن هذه السيناريوهات كما نتحدث ستكون مؤذية بشكل عام على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أساسا قضية قطاع غزة وحرب غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هذه الحرب بهذا الشكل وبهذا الأسلوب هو يؤثر الآن على الرئيس الأمريكي جو بايدن. صدق أو لا تصدق، جو بايدن الآن لديه مشكلة مع العرب ومع المسلمين بشكل عام على مستوى التصويت الانتخابي في نوفمبر من العام القادم. فالتفاصيل جديدة نشرتها الام بي سي نيوز الامريكية من استطلاع للرأي للعرب والمسلمين الموجودين في ولاية ميشيغان تحديدا، وهذه ولاية مهمة للغاية. اكدت هذه الصحيفة بان 16% فقط من العرب والمسلمين سيصوتون لجو بايدن بسبب ما يجري في قطاع غزة ان جرت الانتخابات اليوم. وعندما تتحدث عن ميشيغان تتحدث عن ولاية مهمة للغاية، هي من الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية، وكانت إحدى الأسباب انتصار جو بايدن على دونالد ترامب في عام 2020. وكما نلاحظ وكما نتذكر بأن جو بايدن كان قد انتصر في بنسلفانيا وفي ميشيغان وفي ويسكونسن، وهذه الولايات تعتبر من الولايات المتأرجحة والمهمة للغاية لنصر جو بايدن طبعا على دونالد ترامب. ودونالد ترامب كان أساسا منتصرا في هذه الولايات عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وانقلبت فجأة. وهذا يوضح بأن دونالد ترامب مرة أخرى إن وصل لهذه الانتخابات سيكون قويا للغاية في ميشيغان، وبسبب الأمور الاقتصادية وغيرها وكل ما جرى، فيبدو بأن العرب والمسلمين قد يتجهون في هذه الانتخابات لصالح الحزب الجمهوري بشكل عام، والأهم أن يكونوا ضد جو بايدن.